السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا اخوان، كنت واجدو في منطقة دكالة، ثلاث ولاد حمدان. كاين واحد 23 خدام، جوج كتارات و 3000 مترو. شدين على البياضة هذه. بالنسبة للوثائق، الاخوان تيترفون سي محفظة اللي بغا يدير الفيرما ديالو، تبارك الله مساحة كبيرة. شدها من الشانطي، ربي من البياضة، شدها على هاد السطر هادي، وغادي حتى تجي تسكن ليه وطالعة حتى الفوق. حنا نمشيو نشوفو جهة أخرى إن شاء الله. مرحبا. جات في واحد المنطقة تبارك الله مهزوزة كما كيبان لكم، اللهم بارك. ما تنساوش الاخوان بالبارتاج والاشتراك في القناه، باش ان شاء الله اي جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم يوصلكم. المهم، في ما كانت شي ارض للبيع انونسي عليكم ان شاء الله الرحمن الرحيم بحول الله. بالنسبة للضوء الإخوان، قريب ليكم. الإنسان اللي بغي يحفر البير ديالو، الماء موجود هنا 100 مترو حتى 130، الغرق ديال البير. كما قلت لكم، جا حدا السكان، جات مع الستارة تاديك الكوان اللي وابقات البيضة. كما قلت لكم الاخوان، كاينين المساحات الصغار، كاينين المساحات الكبار. اي واحد بغى شي حاجه مرحبا، التليفون ديالي غتلقاوه في لاباج، والله يسر الامور جميعا. هادو هما الحدود ديال الجهة الأخرى بين الأرض والأرض، تخشيط البيانة بعيدة من الشانطي ديال بعيدة من الشانطي بجوج كيلومتر، باش بعيدة من الشانطي باش داخلة. تبارك الله، واحد الهواء نقي بزاف، اللهم بارك. والكرم، اللهم بارك. يلا الاخوان، خليت لكم الراحه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بالنسبه للاخوان، بالنسبه للثمن، الثمن 1,060,000 ريال الخدام، 13 درهم المتر الخدام. المهم، اللي بغى الله يسخر الأمور جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.